تفاصيل أكتر من أبيجان معنا على تليفون محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لاتحاد الكرة. صباح الخير. طبعا الخير عليك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبين وخير. وحضرتك طيب. في البداية عايزين طبعا نتكلم عن أجواء الافتتاح امبارح، وكمان عن مباراة كوتيفوار وغينيا بيساو اللي فاز فيها كوتيفوار 2-0. يعني طبعا بالنسبة هنا لمنتخب مصر، الناس امبارح كانوا بيتابعوا طبعا حفل الافتتاح وبيتابعوا المباراة علشان يتعودوا على الأجواء ويدخلوا في أجواء البطولة، والحمد لله يعني كان اعتقد بالنسبه لافريقيا الافتتاح كان كويس جدا. الامكانيات اللي موجوده في افريقيا وتحديدا الدول الافريقيه في الفتره الاخيره، الامكانيات طبعا زي دول شمال افريقيا، فالحقيقه يعني كان افتتاح رائع، افتتاح يعني كان مميز، وكان الحمد لله في تمثيل مصري مشرف بالنسبه لطاقم الحكام اللي كان موجود بقياده الكابتن امين عمر والفنان المصري محمد رمضان. فيعني شايف ان هو كان افتتاح كويس، كان تواجد جماهيري امبارح كبير جدا، وهنا اهتمام في كوتيفوار البطوله اهتمام كبير جدا من جماهير ايفواريه تحديدا ومن الجاليه اللي يعني فيها موجود جاليات عربيه كتير، منهم طبعا الجاليه المصريه اللي استقبلوا منتخب مصر في المطار والجاليه اللبنانيه. ان شاء الله يبقوا موجودين النهارده في ماتش منتخب مصر ومظنبيق، ويبقى ان شاء الله ضربة بداية موفقة لمصر في البطولة، وتبقى يعني 3 نقاط مهمة طبعا في طريق المنتخب للتأهل لدور ال 16، وتبقى حاجة طيب مهمة. عايزين يعني نروح معاك حاجة إيجابية. نروح معاك لماتش النهاردة بين مصر وموزمبيق، عايزين نتكلم طبعا عن أجواء آخر تدريب امبارح، وخصوصا كمان إن الناس بتعتبر إن فال خير إن مصر هتلعب مع موزمبيق، وكمان النهاردة في الماتش هترتدي القميص أو التيشيرت الأحمر. يعني بالفعل طبعا يعني المنتخب او تواجد موزمبيق مع المنتخب في كذا بطوله قبل كده كان يعني عامل ايجابي وعامل يعني، حتى مستر بوتوجا اتكلم عليها امبارح في المؤتمر وناس سالته عليها في المؤتمر، فقال طبعا ده حاجه كويسه وتاريخ كويس، لكن كره القدم ما بتعترفش بالتاريخ بس، لا لازم تعترف بالاداء وبالاجتهاد جوه الملعب. فان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرم النهارده والمنتخب يفوز ويحقق 3 نقاط مهمه طبعا. امبارح بالفعل كان التدريب الاخير، اللعيبه كلها الحقيقه يعني 27 لاعب الحمد لله يعني سلام وموجودين وكلهم جاهزين، كلهم بيقاتلوا في التدريب امبارح ان هو يبقى اللي يبقى موجود في التشكيله الاساسيه. الحماس الحقيقه زائد جدا عند اللعيبه، كل اللعيبه عايزه تبقى موجوده في التشكيل الاساسي، كل اللعيبه عندها يعني حافل وان هم يحققوا يعني بطوله لمنتخب مصر ويحققوا بطوله للجيل اللي الحقيقه اللي انا شايف ان هو جيل مظلوم، ان هم يعني بالاسماء الكبيره اللي موجوده دي لغايه دلوقتي ما خدوش اي بطوله مع منتخب مصر، فان شاء الله ده يكون ان شاء الله اتمنى تكون معانا باذن الله. باذن الله يكون حافز كبير ليهم ان شاء الله. عندنا لعيبه كبيره جدا، صلاح والنينو وسليمان وحجازي والشناوي وزيزو ومرموش ومصطفى محمد، يعني لعيبه كبيره، لعيبه كبيره جدا، فان شاء الله يعني اللعيبه يعني مش في المعسكر ده بس مركزين فوق مصر، لا من معظم المعسكرات اللي فاتت هم بيتكلموا ان لازم يحققوا بطوله طبعا لمصر الاول، وبطوله بعد كده تتحسب للجيل اللي موجود الحقيقه اللي بيتميز خلقيا وفنيا، فان شاء الله يعني تبقى ضربه بدايه النهارده كويسه ومميزه، وان شاء الله زي ما حضرتك قلتي موزمبيق تبقى فال حسن كده على منتخب مصر ونحقق اللقب باذن الله. يعني طبعا فيتوريا امبارح استاذ محمد بيتكلم لسه كنت اسالك عن ابرز تصريحاته امبارح، خصوصا ان هو كان بيوجه رساله واضحه جدا، قال للناس ما تخافوش اطمنوا. يعني هو طبعا يعني هو كل معظم الاسئله بتبقى سواء في المؤتمر امبارح او المؤتمرات اللي كانت موجوده في مصر، يعني هتاخد بطوله افريقيا، فبيقول لهم طبعا يعني انا جاي عشان اخد بطوله افريقيا، وعارف التاريخ الكبير لمنتخب مصر وعارف قد ايه الاهتمام الجماهيري ببطوله افريقيا بمنتخب مصر، بس انا باخد كل مباراه خطوه خطوه، بناخد كل مباراه بطوله يعني منفصله بحد ذاتها، لكن طبعا طموحنا النهائي وطموحنا ان احنا ناخد اللقب، وده نفس الكلام اللي قاله الاستاذ محمد. فطبعا نتكلم على اللعيبه اللي موجودين وعلى الحماس اللي موجود عند اللعيبه، وعلى طبعا صلاح نجم كبير موجود في منتخب مصر، وعلى ان منتخب مصر منتخب جماعي بيعتمد على كل اللعيبه اللي موجودين،
وطبعا وجود محمد صلاح اضافه كبيره، لعيب كبير ولعيب عالمي الناس كلها طبعا عارفاه وبتتابعه وبتعمل له حساب في الملعب. نفس الامر مصطفى محمد اتكلم طبعا على وجود صلاح وعلى ان اللعيبه كلها مركزه، كل لعيبه طبعا مهتمه ان هم يحققوا حاجه لمنتخب بلدهم ومنتخب مصر، وخاصه ان كان مصطفى محمد كان موجود في بطوله امم. كان ليه بعض الرسائل امبارح يمكن من ابرزها يمكن تطلعنا عليها. يعني اتكلم على طبعا على اللعيبه كلها طبعا وجاهزيتهم، ان اللعيبه كلها عندها طبعا حماس وان هم لازم يحققوا حاجه لمنتخب مصر ويحققوا حاجه ليهم برضه، في نمر زي ما قلنا في الاول ان الجيل اللي موجود ده والاسماء الكبيره اللي موجوده دي سواء في مصر او المحترفين اللي الحقيقه اللي مشرفينا بره لازم يحققوا بطوله، وخاصه ان هم يعني معظم اللعيبه اللي موجودين وصلوا النهائي مرتين، لكن الحظ ما حلفهمش يعني في 2017 و2021. فان شاء الله البطوله دي هم مركزين على ان هم ياخدوا البطوله، لكن هو طبعا بيتكلموا زي ما قلت لحضرتك ان هو كل ماتش مركزين في كل ماتش، مش مستعجلين او مش بيبصوا للنهايه دلوقتي، لا بيبصوا لماتش موزمبيق الاول وبعد كده ماتش غانا وبعد كده ماتش كاب فيردي، وياخدوها خطوه خطوه. اتكلم ان اللعيبه كلها طبعا يمكن اللعيبه بتتابع ماتش ماتش، لكن احنا كمصريين عايزين التامنه على طول، احنا يعني ده هدفنا وده حلمنا. طيب هل فعلا اللعيبه بيتابعوا السوشيال ميديا والحاله اللي عند المصريين ده بانتظار اللقب، ولا ان فعلا هم مش بيتعاملوا مع الموبايل؟ عايزين نعرف صحه هذا الكلام. لا هم مش بيتعاملوا مع الموبايل في اوقات معينه، اللي هو اوقات التدريب، اوقات الاجتماعات، اوقات في المستشفى او الجيم، لكن في اوقات معينه بيبقى في ليهم اوقات بريك او اوقات راحه طبعا، فاكيد بيتعاملوا مع الموبايلات، واكيد طبعا عارفين والرسائل بتوصل لهم طبعا مدى اهتمام الجماهير ومدى اهتمام يعني القياده السياسيه ورئيس الجمهوريه في الزياره اللي كانت موجوده للمنتخب، والزياره اللي كانت السيد الرئيس قام بيها قبل ما المنتخب يسافر. فعارفين اهميه يعني اهتمام الدوله واهتمام هي رفعت من روح من المعنويه، بس حملتهم مسؤوليه طبعًا. اكبر طبعا طبعا. وحتى مستر فيتوريا يعني اتكلم وشكر السيد الرئيس على الزياره وقال له يعني انا عارف ان الدوله مهتمه، بس يعني انا بشكر حضرتك على الزياره طبعا، وده اهتمام كبير جدا ومسؤوليه كبيره جدا، وان شاء الله يعني نرجع بالبطوله، واللعيبه عارفه طبعا وعارفه مدى الشغف اللي موجود عند الجماهير، فباذن الله يحققوا البطوله الثامنه ويحققوا البطوله الاولى في تاريخهم ان شاء الله. ان شاء الله. في النهايه عايز اعرف منك توقعاتك لماتش النهارده ومين اللي هيجيب الاهداف؟ يعني ان شاء الله ايا كان بقى مين اللي هيلعب ان شاء الله توقعات النتيجه ان شاء الله باذن الله ايا كان بقى النتيجه 1-2 يعني طبعا انا عايز 5-6-0 ان شاء الله تبقى رساله قويه للمنتخبات كل المنتخبات طبعا بتتابع البطوله وبيتفرجوا على بعض وبيشوفوا مين الفرق القويه ومين الفرق الضعيفه، لكن ان شاء الله ضربه البدايه بتبقى سلاح ذو حدين، يعني انت اهم حاجه في الماتشات دي ان انت بتجمع نقاط، مش مهم الاداء صحيح، لكن اللعيبه كلها الحقيقه والله جاهزه، واللعيبه كلها في التدريبات قاتل ان هم يبقوا موجودين في التشكيله الاساسيه، فايا كان مين اللي موجود وايا كان مين اللي هيحرز الاهداف ان شاء الله يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله. والتوفيق طبعا عامل مهم في البطولات دي، يعني ربنا يبعد عنا الاصابات واللعيبه يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله الفوز النهارده لمنتخب مصر وتكون بدايه قويه كمان للانتصارات، ونرجع او يرجع منتخب مصر بالثامنه. بشكرك شكرا جزيلا محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الاعلامي لاتحاد الكره.